عن إلغاء اتفاقية خور عبد الله أو الطعن بيها، لأنه البعض يقول لك لا، المحكمة الاتحادية لم تلغي اتفاقية خور عبد الله. وأريد حقيقة رد على هذا النائب اللي عيرنا، النائب الكويتي، قال ما نفعت مع العراقيين المليارات من الدولارات. ما أعرف الفيلم هذا شنو، هاي القصة شنو، يا ريت توضحناها سيادة النائب، تفضل. نعم، بالنسبة إلى اتفاقية خور عبد الله المذلة، سيد محمد، إذا المشاهدين كلهم شاهدوا 2011، أنا طبعا الكويت 2008 تصاميم ميناء مبارك كاملة، إجوا علي 2008 طلبوا مني ربط سككي، وقفت بأربع كلمات: نتحفظ على الربط السككي. كتبت محضر وزراء النقل العرب، وقف المشروع الكويتي 3 سنين، 2008 و2009 و2010، والكويتيين في القاهرة بالحديث الجانبي قالوا خلي وزير النقل العراقي براحته، ما يطينا ربط سككي، هو باقي له شهرين ثلاثة راح يطلع تنتهي حكومته واللي بعده ينطينا ربط سكك. وأني بعدني وزير وسمعت، يعني شقد كانوا يتناقشون وراي، يتناقشون مع الكويتيين على خروجي من الوزارة حتى الكويت تأخذ ربط سكك. فبعد ما طلعت بأسبوعين رفعوا التحفظ مالتي. من رفعوا التحفظ بشهر الواحد 2011، بشهر الرابع 2011 باشرت الكويت بإنشاء ميناء مبارك. زين، من باشرة الكويت، يعني لو احنا هاي الاربع كلمات محافظين عليهن، لا مجلس الامن ولا 833 ولا اي دولة بالعالم تجبرنا نضطرب السكك للكويت، وكان ماكو ميناء مبارك، وكان ماكو شيء اسمه اتفاقية خور عبد الله، وماكو شيء متنظي. هذا كله ترتب على اربع كلمات ما صبروا امام الكويتيين ان يقولوا لهم ما نعطيكم رب السكك. فاكيد هذا مو ثمنه بلاش، وأكو مسؤول عراقي رفيع المستوى اعترف بالبرلمان مستلم هدايا من الكويت. فالكويت عيرنا، عيرنا النائب، صرفنا نائب، عيرنا نائب الكويت وطلع وقال ما نفعت معهم المليارات. نائب نعم، الكويت إذا 6 مليار من طير رشاوي معناتها بقد فلوس ميناء الفاو، يعني بينما احنا قلت لهم جيبوا اموالكم على ميناء الفاو نسوي مشروع مشترك. فاتفاقية خور عبد الله انا حذرت من عدها قبل توقيعها، قبل المصادقة عليها، وشرحت بالخرائط وبالاعلام، وحذرت وحذرت، وراحوا صادقوا ووقعوها عدا التيار الصدري، لان انا كتبت وثيقة الى جميع الزعماء على خطورة هاي الاتفاقية وعلى خطورة ميناء مبارك، وكتبت الحلول، ما حد جاوبني، والسيد رئيس البرلمان رفض يستلمها مني، فقط السيد الصدر كتب عليها تحال إلى الهيئة السياسية وإجراء مقابلة مع الوزير السابق. فجروا المقابلة، شرحت لهم على الخريطة بالهيئة السياسية مالتهم، وفهمتهم خطورة ميناء مبارك وخطورة اتفاقية خور عبد الله. ولذلك التيار الصدري الكتلة السياسية الوحيدة اللي ما صوتت على اتفاقية خور عبد الله، وياهم نواب متفرقة. زين، الاتفاقية تقول لا يمكن تعديلها أو تغييرها إلا بموافقة الطرفين. فلو اليوم البرلمان العراقي يشرع قانون يلغيها ما تلغي. ليش؟ لأنه أكو برلمان شرعها وأكو فقرة إلا بموافقة الطرفين، فلازم تأخذ موافقة الطرف الكويتي يلا تيجي تشرع قانون جديد. لكن نظرا لأن المحكمة الاتحادية أفشلت وأسقطت شرعيتها لأن لم يتحقق الثلثين بالتصويت وفقا للمادة 61 من الدستور، فلذلك الدستور هدمها. اليوم أني جمعت 148 توقيع نطالب من وزير الخارجية أن يودع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة. ليش؟ لأن الكويت أودعت الاتفاقية لدى الأمم المتحدة ولدى الآيمو اللي هي المنظمة البحرية الدولية، فلازم إحنا أيضا نودع القرار النقض لدى المحكمة الاتحادية، لدى الأمم المتحدة ولدى الآيمو اللي هي المنظمة البحرية الدولية. طيب، بهاي الحالة راح تفشل الاتفاقية وتنتهي.